بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مرات اللغة الإنجليزية من الدور الثاني إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان شامل عن سؤال مكتوب 3 من لونج مان، هنشرح كده قدامكم ومع بعض إن شاء الله تستفيدوا منه بإذن الله. تبدو مهمة جدا، خش على الامتحان امتحانات الورك بوك من الورك إن شاء الله. بعد ما خلصت لونج مان هجيب الورك بوك بإذن الله. لونج مان الورك بوك هم دول أساس الامتحان بتاعنا إن شاء الله. أرجو كمان مذاكرتها كويس أوي جدا، مذاكرة كويس جدا إن شاء الله، وربنا يوفقك إن شاء الله. والله ما أسأل الكومنتات في الفيديو، أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تصلح فيه كل حتى يصلكم من كل جديد، وحتى تدعموا نشر قناتي المتواضعة إن شاء الله. أرجو محدش ينسى الاشتراك والجرس والكل إن شاء الله، ثم أرجو عمل لايك وشير للفيديو حتى يصل أكبر عدد ممكن من الطلبة ليستفيدوا من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأطيب دعواتي والتمنيات لكم جميعا بالنجاح والتوفيق. بسم الله نبدأ. Show the great answer from ABC or D. Number one, the famous novelist has won a lot of international novelist category. Famous and well known. مشهور معروف. الاثنين حرف الجر فور، famous for، well known for. مشهور بيه معروف بيه. Novelist كاتب رواية، طبعا novel رواية. Novelist كاتب رواية. طيب الكاتب هو أي كاتب، مؤلف، أي مؤلف اسمه author. author بتكتب ازاي مستر؟ author A-U-T-H-O-R author. تاني اللي بيكتب معايا بس لو سمحت معايا الحاجات دي مهمة جدا قدامكم ورقة وقلم تفهموا في الحاجات دي ان شاء الله. novelist هو روائي، author مؤلف، author بتكتب ازاي مستر قلنا A-U-T-H-O-R. اقول تاني عشان نكتب برضه ان احنا مش هنكتب A-U-T-H-O-R كمان مرة، هيجي ورا ولا إن شاء الله يكون جابهم ويكتب معايا A-U-T-H-O-R. نوفلست كاتب رواي، أوثر مؤلف عنوان. يبقى كمان الرايتر ده بيكتب في الصحافة، بيكتب كتب يدوي إلى آخره. عندنا كمان في بلاي رايت كاتب مسرحي. بلاي رايت كاتب زي مستر بلاي P-N-A-Y مشبوه فيه على طول طبعا P-N-A-Y-W-R-I-G-H-T. تاني P-L-A-Y-W-R-I-G-H-T كاتب مسرحي. كمان مرة عشان ما حدش يكتب P-L-A-Y-W-R-I-G-H-T كاتب مسرحي. في أوثر مؤلف، في نوفلست روائي، في بلاي رايت كاتب مسرحي، في رايتر ده كاتب جورنالست بأي حال بيكتب. تمام اسمه رايتر. في وصلنا زي ويل نون معروف مشهور، في مصفور ويل نون فور مشهور اليوم او بتاعت حرف الجر طبعا. As one كسب فاز الطب انترناشونال دوليه طبعا. قلنا في عندنا words دي عنابل، words دي عنابل اللي هو طبعا كلمات معروفه، ودي عنابل اللي هي عنابل مستشفى الى اخره. rewards مكافئات ماليه، reward مكافئ ماليا او مكافئه ماليه، اسم فعل في نفس الوقت reward مكافئه ماليه او مكافئ ماليا، يدي مكافأة مالي فلوس يعني. نمبر A the awards، أيوه هي دي. awards دي جايزة رسمية ولا بشكل احتفال رسمي تمام، مش حرام بيحضروا الناس كلها بالزاعة في التلفزيون فضائيات وكلام ده كله. award جايزة أو يمنح، يمنح بقى جايزة، يمنح ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، ده الفعل بتاع award يمنح. وaward نفس الوقت جايزة رسمية تمنح اللي ياخدها بشكل رسمي زي نوبل اووردز جائزة نوبل كله بيحتفل العالم كله ده الفضائيات في الاخر. اوسكار اووردز جائزة الاوسكار تمام. ميس يونيفرس اووردز جائزة جوائز كده من العالم كل رسميات. يبقى ون ان اوورد يكسب او وين بالله طبعا الفعل بتاعه وين ان اوورد يكسب جائزة. وين ا ميدل ميدالية او وسام. وين ا ميدل. Win a game وراء. Win a cup سب كاس cup C-U-P cup C-U-P. Win a competition يكسب مسابقة competition C-U-M P-E
TI TON competition مسابقتين CUM PE TI TI1 competition كمان مرة كمان مرة CUM PE PTI طبعا PE TI TI1 competition يبقى هون هنا competition هنا في اسمي في earn يكسب earn money اثنين كلمتين بس معاه earn money و earn his living يكسب رزقه لو earn a living يكسب رزقه earn money و earn a living دول بس مع earn عندي كمان gain و earn يكسب حاجة معنوية gain fame يكسب شهرة أو يكتسب شهرة gain information يزيد معلوماته gain experience يكتسب خبرة gain good reputation يكتسب سمعة طيبة في كمان gain weight وزن يزيد gain weight WIGHT WIGHT وزن gain weight WIGHT كنا بقى الوزن دي كمكافآت مالية أو كافة مالية words دي كلمات عارفينها words اللي هي words برضو بس معناها عنابر أمر في مستشفى number two teachers use different ways to assess طبعا يستخدموا different ways طرق مختلفة to assess يعني لكي يقيموا لكي يقيم assess يقيم assession أيوان عليها تقييم assess يقيم بتساوي كلمة أولاد سنوين بتاعها النوض بتاعها evaluate evaluate دي EVALUATE evaluate يقيم زي أساس بالضبط وانا هتاني كده evaluate دي EVALUATE evaluate يقيم تاني EVALUATE evaluate يقيم evaluation تقييم طلعوان assess evaluate synonyms رد فعل سوى بعض في المعنى يعني has the same meaning يوم نفس المعنى assess يوم يسلمت اي يطلع agreement اتفق لا طبعا agreement agree يوافق agree to مصدر احسن agree to مصدر برضو disagree بسوى الفيو وزيوفو يا ترى treatment معاملة ولاج تريد معاملة وعالي تريد مثل معاملة وعالي طبعا لا بشكل عندك ولا معاملة movement حركة الموف يحرك movement حركة فهم ايه ايوة الفضل اسمها ايه ها شمع achievements achievements يعني من فكرة achievement انجازات الطلبة يقيمون انجازات الطلبة حقوه achieve one moment دي محققة بينجز achieve a goal achieve a goal يوصل هدفه achieve an ambition يحقق طموحه achieve progress يحقق تقدم طالما انت بقى now شيل انت بقى verb verb يعني يحقق وينجز achieve يحقق وينجز achievement تحقيق او انجاز يبقى teachers use different ways to assess and to evaluate students achievement انجازات الطلبة number three try to avoid أو تتجنب when writing news story قصة إخبارية news story قصة إخبارية avoid تتجنب قلنا جنبها إيه فعل ING طب لو مش فعل يبقى اسم يعني اسم فعل ING لو قلت تتجنب تمام avoid تتجنب يا ترى concentrate ولا دي conscience ضمير conscience ضمير طبعا يوسف سعدان هي نفلة طبعا ولا برايد فخر فخر تكبر برايد من ايه أبوين ايه مجلس ايه مجلس دي أولاد تعصب مجلس يبقى شو ده أبوين مجلس يجب أن تغنب طالت أبوين حاول تغنب مجلس تغنب لأن ده التعصب آسف وين رايتنج يعني يستطور لما أنت بتكتب قصة إخبارية طالت أبوين مجلس when writing a news story مش كده؟ تمام طب justice قلنا عدالة الانتونيم بتاع يعكسها ايه؟ الوصف بتاع ايه؟ injustice injustice ظلم وعدم عدالة conscience ضمير pride فخر النون pride proud
راود الصفة بي ار او يو دي بي ار او يو دي براود براود اوف اور بي براود اوف اور كونتري براود اوف بينج ايجيبشن هو ان انا مصري كم براود تو بالجبهة فعل في المصدر I'm proud to be Egyptian to be Egyptian I'm proud of being Egyptian sure but to be Egyptian تمام أو my country اسم أو جل جنب أوف تو جنبها مصدر pride دي فخر take pride in يفخر بي أو يتكبر pride تكبر برضه تمام طيب بعد كده number four ذا looked fascinating يبدو رائعا in her wedding أو تبدو رائعا in her wedding dress فستان زفاف wedding dress تمام مين يطلب فستان زفاف تبقى العروسة groom عريس رأي groom برضو عريس بدون معلوم عريس رأي groom أو groom مال برايد وانا لسه فخرة وتكبر ما ينفعش مال ايه برايد بي خفيفة بيبوك برايد عروسة يبقى برايد اللي هي دي عروسة رأي groom عريس رأي groom برضو عريس لوحدها يبقى ده برايد looked fascinating كانت تبدو رائعة in her wedding dress for stands five number five we should reward those who مكافئ معناه انت فلوس يعني مكافئ those who have made significant حققوا بارز او هام او ملحوظ to our society لمجتمعنا ترى have made a highway significant ايه يا ترى ammunition ذخيرة طبعا constitutions دساتير أو دستور لا طبعا distributions توزيعات لا طبعا ملحق من significant contributions مساهمات بارزة أو هامة أو ملحوظة contributions significant contributions ومake contribution طبعا make مش دو وانا مختار make contribution ها تقدم الفعل من هي ودات contribution هذا مثل أيوة إن في الأخير دول تكون مين؟ بقى تنتربيوت ده النون كونتربيوشن قال لي أيوة إن حط إيه بقى تنتربيوت مساهم فيه تمام؟ كونتربيوشن نون ده مساهمة يبقى كونتربيوت مساهم فيه كونتربيوشن مساهمة وميك كونتربيوشن هاي إسهام كونتربيوشن تمام؟ تمام كونتربيوت تو بقى فعل نفسه كونتربيوت تو تظهر جنبها فعل ING مش مصدر تريد تو جنبها جرم يعني ايه ده كايرو مترو مترو الانفاق القاهرة او ده اندر جراوند مترو الانفاق برضو ده اندر جراوند مترو الانفاق مانو has made حقق great contribution مش كده تقدم كبير او اسهام كمساهمة كبيرة to solving في حل to solving لحل ذلك البراد من كايرو في بورصة القاهرة مش كده؟ أو في أور سايتي ده طبعا نوم نوم أجل تريد تو سولفينج تمام؟ تريد تو تيتينج معالجة سيك بيبل ده لهم دونيشن ده لهم تبرع دي كونتريبيوشن ديستريبيوشنز بقى التوزيع الفعل بتاعي برضه في الأي وين أحط إيه ديستريبيوت يوزع جودز يوزع سلعة والبوكس يوزع كتب الاسم هنا قدامنا distribution طبعا هي جامعة هنا distribution توزيعات distribution بس توزيع في distribute بالإي ما هي الأي وين بتوزع بعد verb distribution دي توزيع constitution ده دستور ammunition دي صغيرة تمام كده عايز حاجة تقدر في تعليقات لو سمحت عايز سؤال في تعليقات people number six people have different opinions آراء مختلفة opinion رأي what's your opinion ما رأي about the use of استخدام internet or the internet ايه الانترنت دي ده لا ده انترنت لازم ده انترنت مش ده ولا ايه ده انترنت مظبوط opinions is similar to يعني الوضع بتاعش مكبر بمعنى meaning to شوف المعنى دي او سنون بتاعها ايه opinions innovations الكرات لا طبعا expectations توقعات
لا طبعا، our points of view، وجهة نظر، it's our opinion، لا رأيك، دي وجهة نظرك ايه؟ union point of view، the same meaning، تمام؟ points، كلها معنى طبعا، فالتصميم لا، أقول رأيك ايه؟ يبقى point of view، وجهة النظر، تمام؟ innovation دي اسمها برضه، ايه هنا مكان العيون؟ innovate، يبتكر، innovate، يبتكر. innovation ابتكار برضه مهمة جدا عندنا في المنهج. expect يتوقع، ايه برضه مكان الاي وان، expect يتوقع ينتظر، expectation توقعات او تنبؤات، تمام. number 7 I couldn't put my finger on the cause of the problem، مش قادر اعرف فين المشكلة، مش قادر اطلع على المشكلة نفسها فين، لكن I couldn't put my finger on the cause of the problem، على سبب الايه؟ المشكلة. This means that هذا معناه ايه؟ يعني couldn't put my finger on the cause of the problem، معناها ايه؟ I want to be able to hide it، مش هقدر اخبيها، لا طبعا مش هقدر. I was able to hide it، قدرت اخبيها، مش هقدر اخبي المشكلة ده ليها يعني. I couldn't know what it was، ايوه هو ده، ما قدرتش افهم هي ايه المشكلة يعني، احط صباع عليها. know what it was معناها I couldn't put my finger on the cause of the problem. The same meaning. تمام؟ couldn't know what it was. Number 8. Scientists have discovered اكتشفوا permanent liquid سائل دائم بخلاص يعني of water من الماء ومارس على المريخ. permanent دائم. The adjective. فيرمنت جوب وظيفة دائمة، تمام؟ الأدفر منها إيه؟ قطع دي الواي فيرمنتلي، دي أدفر توصف فعل، يعني إيه توصف فعل؟ توصف فعل شودنت ثينك؟ ها؟ هنقول إيه؟ وأنت أتشيف بروجرس فيرمنتلي، هاو؟ باستمرار بشكل دائم، مش كده؟ تقدم، يبقى ديسكفر، ديسكفر اكتشف. Discovery بالواي مكان الاي دي، Discovery بعد اكتشاف، Discovery اكتشاف. Make a discovery، طب لا ميك مش دو، في Discovery، Discovery بالواي اكتشاف ناون، Make a discovery يعمل اكتشاف. Science have discovered، ولما اكتشفوا permanent liquid water، سائل دائم مستمر، الماي مش بيخلص، on Mars، تمام؟ مارس المريخ. كلمة permanent بالأحمر دي is an antonym، عكس كلمة antonym for a permanent، يعتبر renewable تجدد ولا everlasting دائم مستمر، بس مش الووتر، continuous برضه بس دي temporary مؤقت، permanent دي عكسها temporary. permanent دائم، permanent مؤقت، permanent job وظيفة مؤقتة، permanent دائم، permanent job وظيفة دائمة، permanent temporary مهم جدا، permanent temporary، تمام؟ لأنه طبعا ده متجدد، ما شاء الله، temporary دائم، temporary مؤقت. The protagonist had a head of stone، protagonist ده بطل الرواية، كان عنده دماغه ناشفة head of stone الحجر. This means that معناه إن he is very cruel، ولا he lived in the desert عاش في الصحراء، ولا had broken heart قلبه محطم، was a kind hearted قلبه طيب، لا طبعا كان number A he was very cruel، كان قاسي جدا، قلنا cruel قاسي، cruel زي ايه؟ هذا heart of stone قلبه حجر بلينش، يبقى ده was very cruel، cruel قاسي، حطينا عليها تي وعلى cruelty بقت القسوة، تمام؟ تمام، طيب، number 10، نجيب محفوظ is still a and to young novelists، الروائيين الشباب، كتاب الرواية الشباب، لازال ايه؟ يعني ايه؟ مين عارف؟ regulation؟ لا طبعا تنظيم، animation
ده كرتون ما ينفعش طبعا. ريسبيريشن تنفس. امال ايه يا مستر؟ عرفنا بقى خلاص، ريسبيريشن الهام. اكتبها مع الولاد او الشباب مش كده؟ المحفوظ ستيل ان انسبيريشن تو يونج نوفلست. اكتبها مع الشباب. ريجوليشن دي تنظيم. ريجوليت برضه ايه مكان الايوان؟ ريجوليت منظم. ريجوليت منظم. ريجوليشن ده النوم تنظيم. تمام؟ ريجوليت منظم بدي مكان الايوان. ريجوليشن تنظيم. تاني ريجوليت ده فيرب فعل منظم. ريجوليشن تنظيم. تمام؟ طيب في كمان عندي ريجولار بعد الايه هنا؟ الايه تي أبطال ريجولار بدل تي أي ون. ريجولار منتظم، صفة معناها منتظم، يعني بعد منها اسم، يعني جو تو سكول ات ريجولار تايمز، فمناسبة أوقات منتظمة. ريجولار تايمز. ريجولار تايمز. في ريجولار لي انتظام، دي أدفر بعد أدفر. جو تو سكول ريجولار لي مناسبة انتظام. ريجولار لي. تمام بعدين كده ريجولات الفعل ايه مكان الاي الاي 1 ريجوليت منظم. ريجوليشن النوم تنظيم. ريجولار ار بعد الاي هنا. ريجولار منتظم يا قلنا ادجكتيف ات ريجولار تايمز اوقات منتظمه. ريجولار انسبكشن تفتيش منتظم دي ادجكتيف. الادفيرب منها ظرف او حال. الادفيرب توصف فعل كده اللي هو ريجولار لي بعد الهي اللي قلنا اي ار شيل ريجولار وانطبع الار ار ال واي ريجولار لي بانتظام. يعني وي جو تو سكول ريجولار نسب نسب انتظام نسب انتظام جو الذهاب شيل الفعل بقى ريجولار لي بقت ريجولار تايمز اوقات منتظمه. المنتظم الاوقات تايمز بعد منها على منها ريجوليت منظم ريجوليشن تنظيم. نمبر سي دي انيميشن ده كرتون مش علاقه. Respiration تنفس. Respiration system جهاز تنفسي. الفعل منها ايه؟ Respirate اي مكان الايوان. Respirate يتنفس. Respiration تنفس. خلاص؟ قلنا ان Respiration دي الهام او وحي. اي محفوظ مصدر الهام للشباب الكتاب مش كده؟ is an inspiration to young novelists. Number 11 the new secretary. سكرتيرية جديدة is grumpy نكادية طاقتها وحشة ما بتبتسمش مش كده؟ أعتقد جبتوا الحل كده شيء إيه؟ أيوه bad temper زي دايما متعكنن grumpy grumpy معناها bad temper grumpy bad temper مش كده؟ طاقة المزاج. Number 12 they were أو there were كان هناك lot of obstacles عوائق كثيرة but she them تغلبت عليهم مش كده؟ يعني overturn دي قلبت مش عايزين قلب احنا دي قلبتها لا مالهاش علاقة بالمعنى overturn مش كده؟ overhead overhead سمعت زيادة لا طبعا overused استخدامها لهاش علاقة بالاستخدام ده عوائق she overcame them نبت عليها. She overcame them. She overcame her problems. نبت على مشكلها. Overcame معناها يا ولاد معناها got over. Get يحصل على جنبها over. Get over تغلب على. معناها overcome. تمام؟ يبقى there was a lot of obstacles. But she overcame them. تغلبت عليها. Number 13. The secret formula. تركيبة السرية. For success. للنجاح. is hard work العمل جاد and ايه مين طلع الكلمة الصح situation موقف ملاش علاقة بالتركيب في النجاح ammunition ذخيرة ملاش علاقة deterioration تراوع لما يكون نجاح success ملاش علاقة بالتراوع deterioration مش كده مال يا مستر لا determination تصميم. يبقى secret أو secret formula for success تركيبة سرية النجاح هي hard work العمل الجاد and determination والتصميم على الوصول للنجاح مش كده؟
طبعا فعل منها determine، حط اي مكان الايه تي اي ون شيلهم وحطهم مين determine، مصمم على تحقيق ما يحضر طموحه determine، جنبها تو مصدر determine to achieve his goal، صمم يحقق اي هدفه determine to مصدر، تمام مصمم على termination تصميم. طيب لون التوميشن دراوة التوميشن الزخيرة ستوميشن موقع، يبقى the secret formula for success is hard work and determination. تمام number 14 many companies كثيرة كانت تبي financially ماديا financially مادي من فاينانس يمول فاينانس هي كتب ازاي مكان اي اي اللي هو الريم حط ايه بعد السي ايه بعد السي بس فاينانس يمول يعني بروفايد ويز ماني يدي فلوس لي يمول مشروع فاينانس فاينانشال اللي هو الفرق دي بقت صفه فاينانشال مالي يعني منها كلمه اكاونتنتس محاسبين تمام لوك افتر بيهتموا بيه مش كده فاينانشال ريكوردز سجلات الماليه فاينانشال ريكوردز سجلات ريكوردز فاينانشال بقت ماليه مالي او ماليه حسب الكلمه فاينانشال توصف فازا جايه هنا ماليا فور ذير لوسز عن خسارتهم during the coronavirus pandemic اثناء وباء كورونا فيروس. يبقى هنعمل ايه؟ كوميونيكيت اتصل بيه؟ لا طبعا مالهاش علاقه. كونتند يحتوى ولا كونتند يستمر؟ لا طبعا. ويا ولاد كلمه القانون دي ايه؟ ما قلنا قبل كده معناها كومبنسيتد ان يعوضوا ماليا يعني ما عندهم فلوس يعوضوهم على مصالح حصلت لهم تمام؟ كانت بي كومبنسيتد وكومبنسيت دي في المصدر كومبنسيت يعوض بتساوي ايه؟ السنين بتاع الوضع بتاع make up for make up for يعوض تاني make up for يعوض تساوي compensate. يبقى many companies can't be compensated ان تعوض يمكن ان تعوض financially ماليا يبقى دي بتوصف compensated تعوض مالي مش كده؟ financial compensation compensation ده noun قبلنا financial كومبنسيت الفعل بعدين فاينانشالي يعوض ماليا تمام كده يبقى فاينانشال كومبنسيشن كومبنسيشن تبقى اي وان مكان الاي دي كومبنسيشن فاينانشال مكان الواي برضه فاينانشال كومبنسيشن تعويض مالي كومبنسيتد فاينانشالي واصل الفعل فور ذير لوسز خسارتهم دورين ذا كورونا فيروس بانديميك نمبر 15 طبعا كلية معروفة تواصل communication communicate with أرجار with مش كده مش محتاج number 15 the number of is very high ليه it was a terrible accident حادثة رهيبة يبقى عدد ايه وتنتهز الصدمات لا طبعا capacities قدرات capacities قدرات لا طبعا qualities صفات أو خواص لا طبعا شرح بالحادثة مش كده مضمور بي of casualties عدد الضحايا casualties نمبر casualties very high مرتفع جدا ليه it was a terrible accident يبقى نمبر of casualties كلمة مهمة جدا برضه casualties نمبر 16 AN is someone who works for an employer شخص يعمل عند صاحب عمل for a fixed price period فترة ثابتة period خلاص فيكسد تمام اوف تايم من الوقت شهرين شهر سنه زي ما قاعد ان اوردر تو ليرن عشان يتعلم الصنعه يتعلم الشغل يبقى ده مساعد او صبي تمام دامته دي هاوي دامته وعكسها بروفيشنال محترف معروفه دامته بروفيشنال تو ده صاحب العمل لا طب بشتغل ايه ابرنتس ايوه هي دي رنت دي أنا صبي أو مساعد
يتعلم وبعد كده يعمل نفسه شغل ابرنتس صبي. يبقى ده an apprentice is someone who works for, work for جنبها مكان العمل أو الشخص اللي بيشتغل عنده, works for an employer, works for a businessman, works for a bank بيشتغل فيه أو عند أولاده. ده بيشتغل عندي an employer صاحب عمل أو businessman. work as الوظيفة, work as an apprentice, work as a doctor, work as a teacher, work as an accountant إلى آخره. work as a doctor, work for كمان place أو صاحب العمل أو رجل الأعمال عمل لدى أو رجل الأحساب. for a fixed period فترة ثابتة, fixed ثابتة of time من الوقت. تمام؟ ليه؟ in order to لكي learn يتعلم الحاجة اللي هشتغل فيها بعد كده. يبقى ده an apprentice صبي أو مساعد. قلنا amateur أكساب professional أي جنب الفهم دي يهاوي دي محترف. تمام. طيب employer هو صاحب عمل. لو شلت دي ار بقت employee يوظف يشغل. تمام. هارد وركرز شغال عمال employee worker. تمام. employee دي ار بقت صاحب عمل خلاص كده. عشان لو رحت مكان اي بدل ار بقت employee موظف كنا عارفينها employee دبل اي في الاخر employee موظف. طب يبقى employee تاني غير الار دوت واي نطلعها من بقت ايه employment توظيف او تشغيل employment. تمام عكسها الانتونيم بتاع unemployment بطالة unemployment تاني خدها تاني employee وظيف هو صاحب العمل دبل اي تبقى employee موظف. employment بقى التوظيف تشغيل انتونيم بتاعها عكسها unemployment بقى بطالة. تمام كده برضه عايز حاجة اكتب في التعليق لو سمحت. number 17 the was found guilty وجد ايه مذنب. انا guilty عكسها تعرف اللي guilty مذنب و murder جريمة قتل murder. تمام after a trial بعد محاكمة in court of law في المحكمة دي قاعة المحكمة trial محاكمة murder قلنا جريمة قتل أو يقتل لو فعل murder يقتل أو يهنا تنبيه جريمة قتل مش يقتل murder برضه فعل يقتل هنا جريمة قتل. murderer حطيناها اي ار بقت قاتل murderer اي ار بقت قاتل بس الشخص اللي ايه اللي murders اللي بيقتل بقى murderer القاتل زي كده. وانا guilty مذنب عكسها innocent. وانا قبل كده guilty دي نوع منها وقال واي بقت guilt دم او اثم مش كده guilt وقال واي المال innocent ده اسمها innocent innocence قلنا هنشيل تي ونحط سي innocence البراء لبريء innocence البراء. طب كرايم الجريمة كرايم جريمة قبلنا كوميت كرايم يرتكب جريمة هذا منظمة على طول كوميت كرايم سيو ضمن ام اي تي كوميت يرتكب كرايم جريمة تاني سيو ضمن ام اي تي تاني سيو ضمن ام اي تي سيو ضمن ام اي تي يرتكب كرايم جريمة. تمام طيب في تاني جادج ده قاضي من اللي مذنب كونفكت متهم صام جلتي طلع مذنب في الاخر ومرضى بالقتل افتر طلب المحاكمة ان كورت اوف لو في قاعة المحكمة. تمام كورت اوف لو يبقى ده كونفكت المتهم انا ستكون بريء رايم جريمة من اكريم من المجرم كريم من المجرم ولكن الاسم بتاعه سي ار اي ام اي ان اي كريم من المجرم ولا تاني سي ار اي ام اي ان اي ال تاني سي ار اي ام اي
ان هي الكريمنال ممكن كلام جريمه وميت كرايم جريمه جادج قلنا قاضي طبعا اللوير المحامي معروفه اتوري ده وكيل النيابه نمبر 18 انتليجنس ذكاء از ديفلوبمنت تطوير وماشينز الالات تو بيرفورم تاسكس تؤدي مهام ذات نورمالي بشكل طبيعي ريبير او ريكواير تتطلب هيومن انتليجنس ذكاء بشري تمام المهنة دي بقى محتاجة ذكاء ايه؟ طبعا مش بشري ذكاء صناعي artificial intelligence مالو is the development of machines تطوير الآلات to perform تؤدي tasks مهام that normally require الشيخ طب محتاجة human intelligence ذكاء طبيعي وظف الآلة من ذكاء صناعي تعمل اللي بيعمله الإنسان تمام artificial intelligence ذكاء طبيعي يعني صناعي آسف طبيعي natural intelligence دي أحسن natural أهي جنبها الطبيعي دي صناعي natural artificial يوم طبعا إنسان بشري معروف مش كده طيب ميكانيكال ميكانيكيا دي adjective جنبها اسم وصف مش عايزينها هنا طبعا اسمه artificial intelligence خلاص كده على بعضها نمبر 19 the policeman suspected that Chekeni the man was on Rakan because he was acting strangely بتصرف بشكل غريب بوظ ان ايه on charge ده طبعا charge مسؤول ده بنقول ايه charge مش on charge on display معروض في باترينا اسف معلش لانتين اسف on crime جرائم on purpose دي مهمة جدا المهمة دي على عمد متعمد on duty في الوردية بتاعته مال يا مستر on drugs مسطور مخمور تحت تأثير المخدرات دي behaves أو acting strangely بيتصرف بشكل غريب was on drugs واخد مخدر معين أو شارب حاجة مخدرة تمام on own purpose على عمد على عمد يا متعمد يعملها on duty في الوردية أو في الشغل بتاعه on drugs دي مخدر مويه بعد الوعي ليه because he was acting strangely صار بشكل غريب number 20 I think and I believe أعتقد technology could be used ممكن تستخدم museums المتاحف ليه to provide audio information توفر معلومات سمعية نسمعها about the objects عن الأشياء on a معروضة دلوقتي on display مش كده on display في العرض audio information about the objects on display but any I think technology would be used in museums to provide audio information about the objects on display في العرض on purpose متعمد أو عن قصد قصد يعملها on duty on the day of the show number 21 هي محفوظ was as one كواحد of the most distinguished novelists من أميز كتاب الرواية in the Arab world العالم العربي طبعا was considered كان معتبر مش كده اكسكلود دي انه معناه اولاد اكسكلود استبعد او استبعاد اسمه فعل استبعد او استبعاد ابيض يظهر رانك دي بيحطوا فيه رتبه معينه وظيفه معينه حسب الوظيفه ده was considered as one of the most distinguished واحد من اميز الكتاب نوفلست العرب كنت في العالم العربي تمام كده مونسيدر دوس مونسيدر من يعتبر طب مونسيدر بقى ممكن في مانا الفكر مونسيدر مونسيدر كان بقى ان جي مونسيدر جو ترافلينج ده معناه يعتبر طبعا نمبر 22 after going through many obstacles بعد ما مر خلال كثير من العوائق obstacles
اوبستاكلز اون شيبس يعني اوبستاكلز. الراجل من الشاب دون هذا دكتور كطبيب، هذا دكتور هذا وظيفه مش كده؟ طبعا اوردد وانه ايه الريبورت الاخر وفهماليا مش كده؟ موديفايد ده طبعا كواليفايد طبعا هي كواليفايد ده استاهل هذا دكتور ولا كده كواليفاي از جنبها الوظيفه كواليفايد از دكتور كواليفاي ان تخصص يبقى ان ميديسن الطب از ان يبقى دكتور اسف از دكتور ان ميديسن از وظيفه ان تخصص كواليفيكيشن ده المؤهل بتاعه مش كده تمام يبقى after going through many obstacles عوائق young man qualified as a doctor كطبيب تاني qualify as وظيفة qualify in التخصص qualify as a doctor qualify in medicine في الطب number 24 when we leave our when we leave our facts or certain information لما تترك حقائق ومعلومات معينة that doesn't agree with your point of view لا تتوافق مع وجهة نظرك This is called bias by when has be bad. هنا ايه؟ when we leave او تحذف facts بيبقى ودي معناه omit و MIT يحذف و MIT السنين بتاعها leave out او omit facts or certain information لازم حقائق او معلومات معينة that doesn't agree لا تتوافق مع with your point of view وجهة نظرك It's called device by has by by permission. الحذف هو leave out يحذف أو omit أو MIT الفعل omission. يبقى leave out معناها omit أو MIT. تمام؟ خلاص تحذف device by omission. تمام؟ بس من دي وضع. spin اللي يروح على نفسه. reality حقيقة أو واقع. Number 20, voice by omission. Leave out, يحذف, voice by omission. Number 25, the police, the terrorists, the Habiyin, at Lord Lork. سنتوا عليهم الطريق وعملوا في مين؟ عجزون, عبسون. Lord Lork. أغلق طريق, يقول إيه؟ طبعا تلات حجزوا, حبسوا. أفشهروا من إيه من Lord Lork. تيب طبعا في طيب نكتب مش في التراب ده البوليس تراب ده تيرورست الارهابيين اد رود باك تيرورست ارهابي لو شلت التي اس وحطيت ام بقى تيرورزم الارهاب مكان التي اس ام بقى تيرورزم الارهاب تاني مكان التي اس الارهاب دي ام تيرورزم بقى الارهاب تيرورست ارهابي زي ايه؟ زي تورست سائح U U R I S T T O U R I S T dead T O R I S T tourist U O U R I S T tourist شنت تتعلم التوريزم توريزم بقت السياح أو تورست إرهابي توريزم بقت الإرهاب هنا طبعا البوليس تراب تيرورست فحجزوا وعملوا رود بلوك سد الطريق عليهم فهم ايه ويث راب حجزوا حبسوا مش تطلعوا نمبر 26 my brother is going to social engineering هندسة اجتماعية it is the branch the الفرع he likes most يحبه أكثر يوم تبقى يا ترى economize يقتصد emphasize يؤكد ولا realize ذلك لا طبعا تقول تو ايه ايوه مش رايز ان تخصص فيه مش رايز ان مع حرف الرين على طول رايز ان الفضل على بعض كده تخصص فيه سوشيال ميديا ليه ده ده برانش ريلاكس موست مش رايز طب لو شلنا الحكومه تي سبيشالست متخصص وهنا الاي تي سبيشالست متخصص مش رايز فيرب متخصص مش اسم متخصص طب اما مكان ايه مكان دي سبيشاليزم للتخصص بالام سبيشاليزم
التخصص، تمام؟ عشان بس ليه يبقى دي سبيشاليست، حطيتي متخصص عشان تحط تعمل سبيشاليزم للتخصص، سبيشاليزم للتخصص سبيشاليزم تخصص فيه، سبيشاليست متخصص، سبيشاليزم التخصص. يعني الله يزودك يفهم محور هو الحياة غير أندرستاند عشان يفهم الدرس، مش كده؟ يلاحظ درك أو يفهم برضه، لكن إيه محاوله من هو الحياة، تمام؟ realization ده النوع منها طبعا، إدراك أو فهم. emphasize يؤكد، economize يقتصد، economize مكان I see بقى، دون واي تكون من الاقتصاد، يكون من الاقتصاد. حطينا تي مكان الـ ST، الـ S مكان الـ E، economist عالم اقتصاد، economist يبقى تي مكان الـ E، economist، تمام؟ economize دي يرشد أو يقتصد، economy مكان الـ IC، حطينا Y بقت economy اقتصاد، شلنا الـ E أخرانية حطينا S بقت economist عالم اقتصاد، economist، تمام؟ ايكونوميكال دي اقتصادي، ايكونوميكال بروبلم مشكلة اقتصادية، ايكونوميكال بروبلم برضه مشكلة اقتصادية، تمام؟ تمام. نمبر 27 ياسمين سويمينج انفنشن، اختراع ويننج، اختراع الفعل بتاع ياسمين اللي فاز بجائزة يعني، was by the need for بسبب الحاجة إلى كلينر ووتر مية أنضف in her village القرية بتاعتها، الحاجة لمياه أنظف في قريتها. ووز يا ترى كونتيند احتوى على ستيند بقع صوت بقع يعني وركد ركن، لا طبعا وركد بدأ توهج توهجت عن الفكرة، مش عارف يعني ايه، مش عارف في دماغها، تمام؟ وركد. نمبر 28 فنيلي جمبت اوت اوف ماي سكن، حطيت من جلدي حرفي، طبعا انا حرفي. من سمون فايرد، حد اطلق النار ريفولفر، ما صارش بتاعه، تمام؟ ليت ات نايت، وقت الاخر بالليل، ده معناه ايه؟ اي هاد اكسبكتد، توقعتنا طبعا، جلبت طبعا سلوك، ده اكشن سبرايز مي، لم يدهشني هذا الفعل، لا طبعا، ده انا جمبت اوت اوف ماي سكن، تعمود في جلدي، مش كده؟ ولا يا ترى the action terrified me، رعبني، ولا I feel something rude against my skin، رب حد حاجة بتحك في جلدي، طبعا هي number C the action terrified me، الحدث ده رعبني، يعني jumped out of my skin، يعني this action terrified me. Number 29 I missed. I missed the start of the movie. بس نبدأت الفيلم ما لحقتهاش. This means that. ده معناه إن missed the start. فاتته البداية بتاعت the movie بتاعت الفيلم. معناه when I reached the cinema the film had started. أيوه هو ده. هو ده. منين يا ولاد؟ بسيط وتام. بدل حدثين حصل بالإيه بالترتيب، مش كده؟ الأولاني بيبقى ماضي تاني، إن هو بدأ حد ستارت أهو، التاني حصل بعد منه وصلنا بدأ ينشأ، يبقى بدأ الأول ده كده إحنا وصلنا، لذلك he missed the start of the movie، فاتته إيه؟ بداية الفيلم، ليه when he reached the cinema the film had started، وقت ما ده اللي حصل الأول، الفيلم بدأ الأول، بعد كده وصل بدأ ينشأ، يبقى when I reached the cinema the film had started. سألنا كده؟ تمام. المعنى اللي ما فعلين ماضي ثاني ماضي بسيط بدول أصلوا بالترتيب، الحدث الأول في الماضي عملوا ماضي ثاني، اللي بعد منه عملوا ماضي بسيط. When I had finished the homework، لما خلصت الواجب I went to bed، وخلصت الأول I had finished، بعد ما خلصت رحت ايه؟ رحت انام. برضه هنا الشيء السينما الفيلم ده ستار، اللي بدأ الأول الفيلم
هتستخدم الماضي بتاعه هو الأولاني كده، ريتشارد ماضي بسيط اللي بعد منه، يبقى ده وين ريتشارد سينما. الفيلم ده ستارت عرفت منين؟ إن هو ميز ذا ستارت أوف الفيلم، فاتته بداية الموفي بتاعت الفيلم. نمبر 30 she as a secretary سكرتيرة for 10 years only 10 سنين بس. Now دلوقتي بقى طبعا بقى كان زمان، دلوقتي she is a sales manager مدير مبيعات for a big company or food company شركة غذائية كبيرة for a big food company. تمام، يبقى ده past finished action حدث الماضي وخلص. ليه؟ عشان now شغال وظيفة تماما مختلفة تماما، سيلز مانجر مدير مبيعات وات ناس ارت سكريتري صح؟ لانه بقى دلوقتي هي از سيلز مانجر. يبقى زمان زمان ده باست ترانزاكشن هذا سواق في الماضي وانتهى، يبقى ده ماضي بسيط. يبقى هو تمام نجاوب فور هنا بقى، لو زمان ودلوقتي، زمان كانت بقى ماضي بسيط دلوقتي كذا ماضي بسيط. يبقى هو باست سمبل لانه باست فينيش اكشن حدث وقع في الماضي وانتهى، حدث منتهي في الماضي. نمبر 31 as soon as she returned home she realized that she ايوه تمام تمام as soon as she returned ماضي بسيط اهو، ادركت ان هي سابت الساعه في المكتب. سابت ده قلنا فيه ثلاث اعداد هنا، وهم عادت ريتيرند ولازم ادركت، والتالت ان هي سابت الساعه. اول واحد فيهم ده حصل ايه؟ ان هي سابت الساعه بعد كده وصلت البيت، بعد كده فهمت تمام. يبقى ده ماضي ماضي تاني، لما فعل اول حدث اهو ماضي تاني، يعني هات تصريف تالت او هات بين تصريف تالت كان بسم تمام. هات ستون سرق، هات بين ستون سرقت باي كار، هات بين ستون سرقت، ذا روبر هاد ستولن سرق ماي كار تمام كده. طيب عندي هاد ليفت وعندي هاد بين ليفت، تركت تركت أي يعني جملة ذات شي إن هي تركت ولا تركت؟ طبعا ذات شي هاد ليفت سابت الساعة، هي اللي سابتها. لو ما كانش شي يبقى هير واتش يبقى هاد بين ليفت تركت في المكتب، الساعة تركت في المكتب. And she had left her time and was in her office. خلاص كده يبقى المرة التام ده الحدث الأول من فعلين متتاليين حسب الترتيب يعني وقع في الماضي. الأولاني أعمله ماضي تاني، التاني ماضي بسيط. المرة التامية اللي هي مستر قلنا هات تصريف تالت أو هات بين تصريف تالت. عندنا اثنين هات من ليفت تركت، هات ليفت تركت. رجع الجملة she realized that she had left هي سابت. Realize that her watch ساعة بتاعتها ما كانتش هنا، نروح هنا والواتش وبعديها نبدل، لأن هي she had left سابت الساعة. وصلت؟ أي سؤال برضه في الكومنت. Number 33 آسف. I went to the company and رحت الشركة where the sales manager تمام. ورحت وإيه؟ رحت وقابلت تمام؟ يبقى went away ومت مش كده؟ الماضي بسيط. قابلت خلاص رحت رجعت رحت الشركة ومت كذا. الماضي بسيط تمام؟ يبقى مت مش محتاجة يعني. زي ما بتقول في العربي عطف معطوف. تمام؟ العطف معطوف آسف يضمن العطف. مش تقولها ازاي يعني؟ اتنين زي بعض كذا وكذا. لعب وذهب إلى آخره. بدل ذهب وقابل تمام هي هي. نمبر 34 I for 30 minutes 30 دقيقة when my friend reached the company وصل الشركة. أيوة عم بروح على السنة إيه؟ متتاليين في وين؟ تمام كده؟ طيب نقول إيه؟ نقول 30 دقيقة لما صديق وصل الشركة يبقى إيه؟ انتظر بعد ماضي إيه؟ مرتين أو ماضي مستمر صح؟ تمام موجود اثنين موجود had waited و had been waiting. ترى had waited و had been waiting
يعني الجملة I go for 30 minutes، عايز الماضي تام صح؟ كمان قال لي 30 دقيقة كده في استمرار، ما فيش دي ما فيش استمرار، يعني الماضي تام ده بس لمدة قد إيه أو من قد إيه لمدة مستمرة، ما قالش لمدة بس، قال for 30 minutes يبقى ده had been waiting، had been فعل ING ماضي تام مستمر عشان for 30 minutes مش موجودة يبقى I had waited when my friend reached the company. تمام؟ وحطيت حاجة هنا تبقى إيه؟ تبقى مستمر for 30 minutes. For long فترة طويلة تبقى مستمر. ما تحطش دول خالص يبقى I had waited. مش هتنفع تحط الويت ده، الويت ده فيه لازم تظل فيه فترة. انتظر فترة باستمرار. ما had been waiting. had been فعل ING مستمر past perfect continuous ده past perfect بس. number 35 she three lessons that blues before she went bed قبل ما تروح تنام before she went to the machine انا عايز ايه؟ عايز ماضي تام او تام مستمر موجودين موجودين هل revised ولا revising طب أني فيهم الوزن ده للوزن وما قديش المدة دي تمام؟ ما رأي أكونامي أشياء للوزن ما قديش for 2 hours مش كده؟ من ساعتين ما قديش all day evening وفات بعد الظهر ده أشياء للوزن the lessons before she went to bed number 36 أو شوفوا ما فيش هنا for 30 minutes مش هيفور خالص بعد 3 hours بس for 2 hours لبقى من الوقت 36 saw the house until the doctor had come and examined the doctor fast my friend's father أبو صديقي until متل في نص الجملة على منهم ماضي تام أهو had come بالتاني ماضي بسيط didn't to مصدر أو لو بسب wasn't ولد تصريف تاد تمام ما البسيط ده إما didn't to مصدر منفي طبعا didn't to مصدر أو wasn't ولد تصريف تاد الموجود هنا إيه؟ أيوة ما wasn't أو ده مش تصريف تاد ما ينفعش أمال إيه didn't to leave it I didn't leave the house لما وقت المنزل until the doctor had come and examined my friend's father. الدكتور جه وفحص أبو صديقي. يبقى until تل في نص الجملة. على منهم ماضي تام، الثانية didn't مصدر أو wasn't ولد مصدر. تاني تل وانتل في نص الجملة. على منهم ماضي تام، الثاني didn't مصدر wasn't ولد تصريف تام. تمام كده؟ دي ثابتة. didn't مصدر أو wasn't ولد تصريف تام. وعلى منه ماضي تام شرط على منه ماضي تام لازم ليه؟ لو على منه مضارع تام أو مضارع بسيط ده has come أو comes يبقى هنا ولو مصدر أو want مصدر حسب معنى عايزه مش كده؟ تمام لكن ده هنا في had come تام يبقى هنا بسيط منفي منفي عديت مصدر أو وزن طويل التصريف تام وصلنا كده دي ثابتة لكن المضارع التام مضارع بسيط لا هنا ممكن نقول ممكن وونت حسب المعنى تمام نمبر 37 I think reading a novel is أعتقد قراءة قصة تعتبر is هنا معنى تعتبر طبعا I think reading a novel is more interesting than watching a movie أكثر تشويقا من مشاهدة فيلم ماشي كده لما I think reading a novel is more منها ايه much more interesting او a lot more interesting مثلا دي a lot of تاني a lot بس a lot more interesting او much more interesting او less more interesting تمام كده much less a lot فقط من غير of much more less قبل المقارنة بين اثنين much taller
الستولر أو الطولر يار أما كوبين اتنين من الماتش أو لس أو أليتل ماتش لس أليتل تمام. نمبر 38 have you received a reply هل تسلمت رد to your complaint من شكوتك قال له yes I ate yesterday حدد يعني امبارح ايه بقت ايه بس سيمبل ماضي بسيط بقت ايه بقت ريسيف تمام يسترداي لاست اجو ماضي بسيط ان تاريخ ماضي ماضي بسيط روم تاريخ ماضي تاريخ ماضي روم تو من ايه ده برضه ماضي بسيط تمام ان تو دبل او 5 سنه 2005 روم تو دبل او 5 تو دبل تو دبل او 7 من 2005 2007 هذا ماضي ايرلي مان سنه بدايه انت ايجيبشن المصريين هذا ماضي بسيط ويت اي ايت يسترداي اي ريسيفد ات يسترداي او شفتان ماضي استوى يتبسم واز وير تصريف تاد لو موجود موجودين اثنين يعني جمله شو عمل بسيط بس اتعمل يبقى بس تمام او دي انتو مصدر النفي تمام او دي فعل مصدر في السؤال دي اشكال ماضي بسيط ولا اشكال ماضي بسيط ريسيفد ماضي بسيط didn't receive ماضي بسيط منفي did you receive ماضي بسيط سؤال مش كده was well received ماضي بسيط باسم انا سلمت مش موجود عندي بس اساسا ولا ماضي غير ده لو موجود ده يعني جمله مش انا عايزه ايه نمبر 39 which of the following is structurally correct مظبوط من ده جرامر the naughty boy was punished because he has made many mistakes I was who has ماضي مضارع جمله واحده ما ينفعوش the naughty boy was punished because he had been made عمل لا هو عمل مش عمل عمل اخطاء مش اتعمل naughty boy was punished because he had made many mistakes طبعا صح هو has been punished because he had made many mistakes غلط نمو ده الماضي في نمو الفاكس ورقم C naughty boy was punished A because he had made many mistakes أيوة because دي مهمة جدا قبلها ماضي بسيط بعد منها ماضي تام أو ماضي تام مستمر أي the boy was punished ماضي مستمر بس بقى was punished because he had made عمل طيب نقول لي I was tired أنا كنت تعبان because I had been studying all day. Had been studying. مذاكرت النهار all day. باستمرار اهو. تمام؟ Had been studying. That was punished. Had made. تمام؟ طب لو هنا مضارع. أي مضارع؟ بقى هنا مضارع تام أو مضارع تام مستمر. Not always are punished. تعاقبوا. Because they have made many mistakes. أخطاء كتير. تمام؟ He is tired because he has been studying the whole afternoon. طول فترة بعد الظهر. يبقى الماضي يبقى علي منها ماضي تام أو تام مستمر حسب المعنى. هنا مضارع يبقى هنا مضارع تام مضارع تام مستمر حسب المعنى برضه. تمام؟ نمبر عرفت إمتى ماضي تام حدد حصل إمتى قد إيه. ماضي مستمر بدأ في الماضي ولا زال شغال. مضارع حسب. 39 في الماضي مستمر حصل في الماضي حصل الأول في الماضي ماضي تام مستمر قال لي حصل لمدة قد إيه؟ طب مضارع تام لو هنا مضارع خلاص أو مضارع تام مستمر لو بدأ في الماضي والفعل لسه شغال has been studying all the afternoon زي طول فترة بعد الظهر تمام؟ تمام when I the news الأخبار I will tell you هقول لك تمام جميل وين رابط اهو الفعل التاني فين ويل تل ويل انفنتيف ويل مصدر مش كده ما هنا عايز ايه ضرب بسيط ضرب تام موجود موجود اللي هو ايه ارجوك
when I got the news, I will tell you. And when I get, who would I get? تمام؟ يبقى عايز هنا في المستقبل اهو والمصدر، يبقى هنا في ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام. طب هنا في ماضي تام، يبقى ماضي بسيط. او العكس، هنا ماضي تام وهنا ماضي بسيط، يعتبر يعني. المهم مضارع بسيط مضارع تام والمصدر، او ماضي بسيط ماضي تام او ماضي تام مستمر. تمام؟ او ماضي بسيط ماضي مستمر بس لو في حدثين قطع دون الآخر، أو ماضي مستمر أو مستمر في تصرف نفس الوقت. يعني أنا مستر when I was watching the match، كنت أتفرج على الماتش، the lights went out، قطع، ده قطع دون الآخر. when I was watching the match، كنت أتفرج على التلفزيون، المباراة، my father was reading، هو كان بيقرا، وأنا بتفرج وهو بيقرا. في نفس الوقت أهو. تمام. when I had finished، بعد ما خلصت، I went to bed، رحت نمت. تمام. I had been waiting for 2 hours when my friend arrived، وصل بعد ساعتين منتظر اهو، تمام، مستمر وسيط سهل كده. يبقى when بسيط وتام، when بسيط ومستمر، هل مستمر ومستمر، when بسيط وتام مستمر. تمام. عايز حاجه برضه في التعليقات لو سمحت. 41 don't worry I until you feel better. I want it to be على مين هي feel؟ ضرر بسيط يعني ايه؟ من المصدر او من المصدر حسب المعنى، مش كده؟ عندي الاثنين، عندي want اللي مش همشي، وعندي will leave همشي. until you feel better لغايه ايه؟ تشعر بتحسن، يبقى مش همشي، يبقى I want to leave. وصلت كده؟ شفت منين؟ او until على مين مضارع بسيط او مضارع تام او المصدر. طب عندنا مثلا الاثنين want ومصدر، وله مصدر همشي ومش همشي، ارجع بقى للمعنى. نقطة ما تقلقش، مش همشي الا لما انت تشعر بتحسن او تتحسن يعني. don't worry I won't leave until you feel better. ما تقلقش مش همشي الا لما تتحسن. number 42 once رابط اهو once. and once was a moment. once was a moment. when was soon as after before until until كل رابط زماني كده once. تمام. sure the car is ready for the journey جاهزة للرحلة. I will contact أو will مصدر will مصدر will contact. يبقى هنا الله بسيطة الله تام موجود ها موجود وسواد موجود الله تام أهو هو إيه have me. Once I have made sure the car is ready for the journey, I will contact you. هتصل بي. سهلة. Until as once. تام بسيط. مضارع طبعا. هنا والمصدر. والمصدر هنا تام بسيط مضارع. مش كده؟ تمام. تمام. 43. 43. I can't meet you since I my lessons all day طول النهار. أيوة تمام تمام تمام. can't meet you can't أي مضارع أي مش عايز ماضي. هل هي هل هي هاد ولا مستهبل وطبعا ولا ويل يوم اثنين نصيحة في الواحد. يا مستر نسيت من مضي بسيط ولا ما ينفعش مضي بسيط ليه؟ عشان لو المضارع كان مش كده؟ المضارع زيه يتم بقى يتم مستمر حسب ما هو عايز يا بسيط يعني وات ايفر اللي موجود هنا بسيط يبقى هنا تام او تام مستمر هنا مضارع يبقى هنا تام او مضارع تام او مضارع اسف معلش هنا ماضي من الماضي التام او ماضي تام مستمر هنا مضارع وهنا مضارع تام او مضارع تام مستمر حسب ما اللي عندي مش غير مضارع تام بس since I have revised my lessons all day. تمام. number 44 did you finish reading the novel خلاص قريت القصه are you لان ايه سلفتها لك did you finish ماضي بسيط اهو مش كده يبقى الثاني
ماضي تام أو ماضي بسيط. موجود عندي تام لأنه حصل الأول، بس أنا سالف تارك وسالف فاعل الأول وأنا مش سالف خلصتها ولا لسه، يبقى ده حصل الأول وسالف فاعل، يبقى ده ماضي تام. ماد لاند. Did you finish reading the novel? I had lent you. Number 45. It's nice that cats usually clean or cats water. بتنظف ايه؟ نفسها. طب دي cats ولا cat؟ لا cats جمع، يبقى themselves. No cat تبقى itself. No, it's not that cats water تبقى themselves. كاتس يعني دي، كاتس يعني إيت، كاتس يعني ديم سيلفز، كاتس يعني إيت سيلف. طبعا دي وي، طبعا دي شي أو هود أو عن، أنا وي أو أي أند ماي براذر مثلا، تمام؟ إحنا 46. Who is the of the two boys? The of the two boys من الولدين، والمقارنة إيه؟ بين اتنين of the two boys أهي، who is the إيه؟ من اثنين وطول بقية إذا طول وضحت the space of the two كذا ماذا منهم قرنة بين اثنين يا ار يا مور يا لس صح كده اثنين عفوا اسف the space of the two كذا يبقى قرنة بين اثنين Yeah, he are the more you less. But the taller of the two boys. مش كده؟ The more expensive of the two cars. The other one. How the less expensive of the ثمن. Who is the taller of the two boys? What? مهمة جدا الجملة دي. 47. While my mother, our hands, دينا, our lunch, الغداء بتاعنا, I was doing my homework. بعمل واجبي. I couldn't help it, ما هذا الشيء زايدها while جنبها فاعل جنبها ماضي مستمر بجميع الأحوال مش كده؟ ماذا؟ مزمن سهل جدا ايه while ليها ثلاث حاجات while فاعل ماضي مستمر ماضي بسيط لو في فعلين قطع أحدهما الآخر تمام؟ وايل فعل ماضي مستمر ماضي مستمر الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت وايل ما فيش فعل يبقى ان جي تاني وايل جنبها فعل جنبها ماضي مستمر على طول الفعل التاني بقى ماضي بسيط ماضي مستمر بسيط امتى لو حدثين قطع دوم الاخر ماضي مستمر امتى لو حدثين بيحصلوا في نفس الوقت يعني يا مستر While I was studying, the lights went out. بزيك المقاطعة. المقاطعة المراحل. I was studying, when? While I was studying, my brother was playing. وانا بزيك المقاطعة بيلعب. دول بيحصلوا مع بعض. الماضي مستمر. While having dinner, في الشعر اهو. While having dinner, the phone rang. الماضي مستمر. عارف كده. وانا انا منها كده كده ماضي مستمر. While My mother was making. التاني بقى وسيط مستمر. مش كده؟ was doing. مستمر. دي هي بتطبخ وانا بعمل واجبي. دول بيحصلوا في نفس الوقت. صح؟ هي بتطبخ وانا بعمل. خلاص في نفس الوقت من مستمر. One mother was making. I was doing. Number 48. I was exhausted because مجهد علشان I been working all day long. النهار تمام يبقى ده في استمرار المضارع مستمر المضارع مستمر ابص قبل بيكوز في ايه في ووز في ماضي يبقى هنا ماضي مستمر يعني had been فعل ing يعني يعني had been working تمام عشان all day طول النهار تمام طبعا مش هاد ورك تمام ولا هاد ورك ولا هاد ورك ليه عشان نوز ماضي الماضي التام او التام مستمر انا اول دي لونج التام مستمر
الانفلانجي والبنوي. تمام 49 you couldn't join the online meeting ما قدرتش ينضم ليه اجتماع على النت. ليه؟ because he a hard time connecting to the internet. مرة وقت عصيب عشان يوصل النت. وبيكون تاني اهي ابص على الاولاني برضه كل انت ماضي هنا تام انت مستمر هنا بيكون في التام بس وزي اداء حتى لو في تام مستمر ما ينفعش ما قاليش المده قد ايه صح يبقى اداء اهو طيب تحت بعض الاثنين اهو بسيط تم مستمر all day long الماضي تم مستمر عند الماضي بعض الماضي بسيط يعني تم مستمر انه هي الماضي تم هو هذا number 51 which of the following sentences أو الجملة الآتية is punctuated correctly من الكتوشن صح he's coming home late tonight my father said he's coming home late tonight مفيش 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 مش أنا متلقين يوم تماي number BD من الثانية تونايت اهي مفيش هنا نطقين زي كده فدي غلط it's coming home late tonight هنا مفيش كومة قبل التلقيم تمام مفيش كومة في الحتة دي زي كده مفيش هنا كومة it's coming home late tonight my father said هذا بتاعنا رقم ايه تمام في حالة تاني في يا مستر في يا أولاد طبعا في رقم دي ده رقم ايه بالظبط اللي صح واللي ايه ودي في الاختيارات المفروض يعني تمام كده لا ما ينفعش ماشي ليه مفيش كومة هنا مش بصرف زي دي يبقى الحالة التانية رقم اي بس بدنا منها بس هنا ما فيش كومة مفيش انا معلش هنا في وهنا في وهنا في اهو هنا ما فيش يبقى دي مش صح نمبر 52 which of the following sentences is structurally correct incorrect incorrect مش صح لو بتاعها مش صح سيرسلي هذا ينتظر لاب وين هارلي هذا ينتظر لاب وين هاد سيرسلي ينتظر لاب وين نو هذا ينتظر لاب ذن هذه دي مش صح ليه وصلنا زين 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 بالإي مش بالإي مش كده يبقى دي انكوريكت دي غلط يبقى رقم دي عشان طبعا وصلنا لواد لويس كاسلي مش كده على منه ماضي تاني لو في الأول وأنا تسأل عشان السؤال هاد فعل تصريف تالت التالت سكاسلي هذا جاندا صح قال لي هذا جاندا صح وصلنا هذا جاندا صح طب سكاسلي معاه وين ماضي بسيط دي مظبوطة قال لي معاه وين ماضي بسيط دي مظبوطة لو مش لو في أول الجملة مش أول الجملة أبدأ بالفاعل هاد سكاس لي قال لي أو قال لي مش كده يون ذا كلاب وين أي ميت ماي فريندز تمام كده تمام لو طبعا لو طبعا زي نصنا بعض ثلاثة زي بعض. Number 53. Which of the following sentences is punctuated? المرتوشن صح. Correct. كومة زي بوصف زي آخر. While did you realize on? فيش كومة بعد while. While did you realize why I was angry with Gamaz brother هنا? فيش question more. ده سؤال. When did you realize why I was angry with Gamaz brother? تمام ولا وائل
Did you realize why؟ طبعا دي حكاية بدنا نتفاعل على الدائرة رقم C. طبعا دي مش هاوت انا مش هاول الجملة. طب واي دي رقم دي فاش مش كده؟ 54 which of the following is part of persuasive essay مقالة إقناعية persuasive مقنع on the negative impact عن التأثير السلبي of the news بتاع الأخبار on social media على التواصل الاجتماعي تمام نشوف كده أنا واحد فيهم إقناعية أتفق مع الناس يعني which of the following خلاص start with we should consider the possible benefits of the current news we follow تمام تمام هي طبعا أول واحدة number 55 when you start writing an essay about the National Museum of Egyptian civilization you can use عندما تبدأ when you start writing an essay تبدأ بكتابة مقالة about عن National Museum of Egyptian Civilization المتحف القومي الحضارة المصرية تستخدم can use بداية طبعا تصمم التلخيص ده في النهاية هو مع ذلك without بدون شك البداية in conclusion ختاما يجب دعم بيعي نكتب بيع النهاية مش كده على الستارت ودي اكتب بيها النهاية مصمم للتلخيص ومع ذلك دي في نص المقالة وضغط ضغط البداية بدون شك National Museum of Egyptian Civilization is specialized this landed place man right to visit البداية وضغط ضغط بدون شك تصمم من كل جد ختامة لكن هو مع ذلك في نص اللي في البادي بتاع الباليسي تمام مع ذلك موضوع ده National Museum of Egyptian Civilization is splendid place to visit number 56 an essay depends on opinions and emotions آراء وانفعالات تمام بدي طبعا بالسويسي قناعية رأيك number 57 I really must buy my mother a present on her birthday party لازم اشتري لها هدية في عيد ميلادها this shows has a way in lack of necessity عدم ضرورة regret ندم ability قدرة inner feeling شعور داخلي طبعا inner feeling لازم اشتري لها هدايا في عيد ميلادها ده جوايا يظهر فيني شغل داخلي قابلت قدرة مش كده؟ هي has the ability من الفيل تو هاف هل وغزة وهل has the ability to climb the mountain عنده القدرة تصلح غزة الجبل أو هي has the ability كان عنده القدرة to pass the different exam ينجح كان صعب ده مش كده؟ منها ايه؟ في اسمه enable EN AB بمختبر EN AB اللي enable يمكن ولا تاني EN AB اللي يمكن تاني enable يمكن بعد منها فعل طبعا لها فعل بعد منها مفعول قبلها فعل بعدها مفعول اسمه اسم وضمير ضمير whatever يعني مش كده وبعدين تو ومصدر يعني computers فعله enable فعل us مفعوله to solve نحل communicate problems المسائل الصعبة
10 computers enable us to solve. enable مفعول to مصدر. تمام؟ هي طبعا am is are able to معناها كان is able to solve not able to solve am able to solve طب could تبقى was were able to تمام كده؟ تمام. number 58 one of the following sentences can be used لا تستخدم when you conclude to static writing an essay on the merits and مزايا of mass media وزي الإعلام تمام لا تستخدم مش تكون فيها مزايا وزي الإعلام sum up mass media could be a window the whole world طبعا دي ميزة in my opinion the mass media has a lot of disadvantages أو فيها ليها عيوب كتيرة وهي دي has a lot of disadvantages if we use it badly. لا والله لو استخدمناها بشكل سيء طبعا ليها عيوب كتيرة ما دي تستخدم. طب من my view من نظري mass media is very useful مفيدة. in conclusion ختاما mass media has made the world small village كانت العالمية مكان صغير. ما دي يعني نقول ايه فوائدها مش كده؟ طيب كانت تبيوز لو كسبب ايه لهم ايه فعلا؟ translation number 59 يعتمد النقل والكثير من الصناعات بشكل كامل على النفط لذا نحن بحاجة البحث عن مصادر بديلة للطاقة المتجددة لأن النفط سينفد في المستقبل. Transport and a lot of factories مصانع لا نقسم للصناعة مش مصانع. طيب flights الطيران ما ينفعش. Transport and many industrialists completely لا دي رجال صناعة. industrialist أو صناعة أو صناعة يبقى الفضل إيه؟ على transport لأن a lot of industries هذه من الصناعات are completely dependent تعتمد على oil النفط so we need to look for alternative sources مصادر بديلة of renewable energy طاقة متجددة because oil will run out in the future النفط هينفصل ليه في المستقبل رقم دي تمام يا شباب transport and a lot of industries are completely dependent تعتمد تماما on oil على النفط so لذلك we need to look for محتاجين نبحث عن alternative sources مصادر بديلة of renewable energy طاقة متجددة because oil will run out so fast in the future في المستقبل Number 60 مش حضرات We live in the age of internet نعيش في عصر الانترنت مش كده Where information حيث المعلومات travels تنتقل around the world حول العالم and in sound in seconds في ثواني and is available to people متاح للناس in more countries مزيد من الدول than ever before عن ذي قبل this has made our lives هذا جعل حياتنا easier and faster أسهل وأسرع طبعا لو نعيش في عصر التكنولوجيا لا لو الإنترنت ثانية لو نعيش في عصر الإنترنت حيث تنتقل معلومات حول العالم ويتم إيداعها ما أعتقدش يتم نعيش في عصر الفضاء الفضاء احنا قلنا الإنترنت نعيش في عصر الإنترنت حيث تنتقل معلومات حول العالم في ثواني مظبوط يتم إتاحتها للأشخاص مجال الأشخاص في بلدان من أعظم من أخذ المضى
الأمر الذي يجعل حياتنا أسهل وأسرع. أعتقد هي رقم دي. تمام. Thank you for listening to me. طبعا أكيد أكيد كلنا اشتغلنا في القناة. محدش كان في كاس الوقت في الاشتراك. نوسع الجرس. نوسع الكل. حتى يسلق مني كل جديد. حتى تدعموني في نشرة المطالعة إن شاء الله. مهم عمل لايك وشير للفيديو. تصل أكبر عدد ممكن من الطلبة. كان يستفيد من الجيش وراحة أدعو الله عز وجل أن تكون لك ولهم إن شاء الله. الامتحان القادم. أطلب دعواتي القلبية. تمنيت لكم جميع النجاح والتوفيق. Thank you for listening to me. Wish you all the best of luck. حتى نلتقي في الخدمة إن شاء الله. لو مني أطلب تمنيات. Goodbye for now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.